حقيقة قضية العلاج الروسي لا زال قيد الدراسة والبحث. نعم. لم نلقى أي تبليغ من منظمة الصحة العالمية. أكو تحذير من منظمة الصحة اليوم في بيان أنه لحد الآن لا تجيز استخدامه. لا مو لا تجيز، أكو فرق بين لا تجيز وفرق بين هي لحد الآن لا تعطي قرار باستخدامه. نعم. يعني لأنه القضية قضية قيد دراسة. نعم. يعني إحنا بالأمس أعتقد كان هناك الدائرة التلفزيونية أمس أو أول أمس، وكنت أنا حاضر أيضا. نعم. الدائرة التلفزيونية بيننا وبين الجانب الروسي. الحقيقة هو مشكور أن السفير العراقي في روسيا هو نظم هذا اللقاء التلفزيوني. لحد الآن الدراسات التي أبلغونا أو وضحوها أن ليست كافية، ولذلك طلبنا منهم إرسال يعني دراسات عبر الإيميل تعرض على السادة الاستشاريين. طيب. عندنا الاستشاري العلاجي حتى تقرأها. احنا العلاج يتم دراسته من قبل لجنة استشارية العلاجية، ومن ثم يتخذ القرار. ثم هو مثل ما ذكر الدكتور حسن، هو مضاد فيروسي موجود يعني في الأسواق، وكان يعطى للفيروسات.